مرحبا بكم في قناتنا سامبا اليوكرين، لنعرض لكم حياتنا اليومية وتعلم اللغة الأوكرانية. معكم ماريا وأمها لودميلا. لا تنسوا دعمنا بإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات تشجيعا لنا لنستمر. بعد الباص أركب المترو. على الأرضية نرى ملصقات كثيرة مكتوب عليها حافظوا على المسافة متر ونصف. يجب على كل الركاب ارتداء الكمامة. أخرج من المترو بسلم المتحرك. وهذا مكان ترجمتي. هكذا صنعت زهور تيوليب من الورق. حان الوقت لشرب الشاي. أشرب الشاي الأسود بالفواكه وكذلك هذا بسكويت مالح سولومكا بالأوكرانية. انظروا إلى هذه السماء الغائمة. يتساقط المطر الآن بغزارة. الآن سترون ما شاء الله. هل ترون هذه القطرات؟ أوه، فصل الصيف بدأ بالأمطار الغزيرة. الشيء غريب جدا جدا جدا. ننتظر الحرارة. ما شاء الله السماء غامقة. مساء الخير أمي. добрый вечер. добрый вечер. что робиш؟ такую вермишельку варю. الآن تسلق أمي معكرونة ملونة. ما شاء الله. لا نرى أي شيء. الطقس انظروا. السماء غائمة. ما شاء الله. حضرت أمي كتلات ولكن هذه كتلات بدون لحم. هنا هنت سوداء. مام тут гречка. Що ще гриби? Гриби, цибуля, два яйця. Вафутер, вабасаль, вабейд, даджадж. Ну да. Маша Аллах, шукран джазилен, таки умми. Антимубдіа. Афі гунака. Саякусу аль-ан. Аль-аашаб. Аль-лати набатат бісура бісаба біль-матар. كذلك عندنا شوكولاتة. покажи коробку. А, така це та. مثل هذه الشوكولاتة. ما شاء الله. كذلك كعك. والشاي. ما شاء الله. يقص أبي الأعشاب. ما شاء الله. ويلبس كمامة خاصة. انظروا الأعشاب أصبحت طويلة جدا. والآن سأتناول العشاء. انظروا إلى المعكرونة الجميلة. تسمى هذه المعكرونة الملونة بحلزونة. وهنا يعني قطعة الزبدة. هكذا نفعل. شكرا شكرا.
نرجع إلى القرية. ارتديت كمامة جديدة. الحمد لله وصلت بسلامة. مرحبا أمي. مرحبا. الآن سأريكم شيئا. من خلال أمي سلمت إلي صديقتنا هدايا بسيطة. هذا للأعقاب. نعم، كيف تسمون هذا الشيء؟ وكذلك هذا للأصفار، وهذا للشعر، هذا لرأس. انظروا ما شاء الله، فلامينغو، جميل جدا. تتذكرون زيت للأصفار. هذا بطوزفة، ما هذا؟ مام، هذا знак покори. الآن نحن في المحل. مام، هذا знак покори. بطوزفة. شو ده موجي؟ رجعنا من المحل، والآن تخرج أمي المأكولات المشتريات من الكيس. اشترينا سكر وكذلك معكرونة ملونة، معكرونة حلزونة، كذلك بيض دجاج. هذه أوراق الغار مجففة، كذلك ماوس وجبن، كذلك اشترينا علفا للحيوانات، ولكن قبل قدومنا إلى البيت أعطيناه لقطة الشارع وكلاب الشوارع. هكذا ما شاء الله، هناك قمر خلف الغيمة. هذه الغيمة تتحرك، انظروا. الكاميرا لا تستطيع أن تعكس هذا الجمال. ما شاء الله، القمر منور للغاية. مرحبا أمي، الحمد لله وصلت إلى البيت وأمي تحضر لي عشاء راقي. ما شاء الله، انظروا هذه شوربة بالفطر والخضروات، كذلك هذه فطائر من الفطر. тут майонез і чесник перемазується також. كذلك تريد أمي تحضير كعكة مالحة من هذه الفطائر، مايونيز وثوم، وهكذا سيكون مثل كريم. ما شاء الله، الرائحة رائعة جدا. كذلك كتلات من الفطر. وأمي ستحضر السلطة. واشترى أبي، انظروا، اشترى أبي فراولة. هذه يعني حبتي المفضلة. ما شاء الله، أحب. أوهو، جميلة جدا. أحب فراولة للغاية. ما شاء الله، حبوبي المفضلة. أمور، مرحبا.